بيبي شاي. هلا يبي بنتك، خاطري اشوفها وايد مشتاقة لها. ان شاء الله. واخذي بيزات واعطيها حق ابو فهد، قولي له يا ابني مسجد باسم المرحوم. حاضر عليا. ما ما منو منو من اللي بيكلمني؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مضي عليا، عظم الله أجرك عمتي، أجرنا وأجرك، ما شاء الله عليك، بنت أصول. عمتي من طلال طلق بنتك سنين ما شفناك، هذا موضوع نسيناه من زمان، ما في داعي نتكلم فيه. أقول موضي، ترى راشد للحين قبره ما نشف، فما له داعي حكي الزايد. علياء، معقولة أخوي يموت ولا أحضر جنازته؟ يا ليت التراب اللي اندفن فيه كنت اندفنت فيه معاه، ولا أشوف اللي قاعدة أشوفه. عمتي عظم الله أجرك، أجرنا وأجرك. أنت من هي؟ أنا ما أعرفك. هذه غنيمة مرت طلال. هو علامك متشققة من الضحك. واجد أنا كل ما أشوف ويه العلي أموت من الضحك، ما أدري ليش، ما أدري مخك مخك هذا، ما أدري إيش أقول عنه، شلون فكرتي بهالشيء؟ شلون تدرين إنك عفستيها عفاس؟ علشان كذي قلت لك نخليهم بروحهم، أهل وينيازون. أموت وعرف ليش فكرتي كذي وشلون فكرتي كذي. قلت لك إيه السالفة اللي حكينا فيها أذكرها عدل، بس شمعنا اخترتي بيت راشد؟ راشد غلط بحقي من سنين، ويا الوقت اللي أعدل هالغلط.